وزي ما قلت لحضراتكم طبعا كانت قائمة كبيرة من الفائزين، لكن بتنضم إلينا واحدة من أبرع ممثلات مصر الحقيقة، وواحدة من الفائزات الجميلات في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك يا دينا. اولا الف الف مبروك الجائزه دي، يعني مش مستاهله، مش محتاجه شهادتي طبعا، لكن تستاهليها عن جداره استاذه الهام. حضرتك مش اول مره يعني تحصلي على جوائز من مهرجانات، ومش اول مره من مهرجان القاهره. لما بتكتر الجوائز تشابه تاثيرها، ولا تفضل كل جائزه ليها معنى وطعم مختلف؟ طبعا كل جايزة ليها طعم مختلف، وكل جايزة ليها فرحتها. مهما كثرت الجوائز، يعني ده بيبقى تقدير للفنان واحساس ان انا اختياري صح، ان انا قدمت فيلم ليه قيمة، قدمت دور مهم. لا، دايما الجايزة ليها طعم، وطعم جميل جدا وليها فرحة. انا بيقولوا لي يعني امبارح كان شكلي زي الاطفال، يعني فرحانة زي الطفلة اللي اول مرة بتاخد جايزة، بس حقيقة انا كنت مبسوطة من قلبي. أنا عايزة أسأل حضرتك على جملة قلتيها في كلمتك وأنت بتستلمي الجايزة، قلتي إنه الفيلم رجع لي الثقة في نفسي، ورجع لي ثقتي في قدرتي على العطاء. معلش اشرحي لنا الجملة العميقة دي أستاذة إلهام، إمتى راحت ثقتك في نفسك وإيه اللي خلاها تروح؟ لما عملت أدوار كتيرة قوي وبدأ يجي لي موضوعات أحس إنها مكررة، وأدوار تشبه أدوار أنا قدمتها قبل كده، فقلت أنا خلاص أنا مش هقدر أعمل حاجة تاني جديدة، لأن أنا عملت تقريبا كل نوعيات الأدوار، فأنا مش هلاقي جديدة أقدمه، لأنه أي حد في بداياته بيبقى كل دور بيتعرض عليه هو دور جديد بالنسبة له، لكن بعد 100 فيلم ويجي 50 مسلسل وكام مسرحية، يعني بعد أعمال كتيرة قوي خلاص أنا، وأنا حاولت إن أنا أنوع في أدواري على قد ما أقدر، فعملت كل النوعيات تقريبا، فخلاص مش هلاقي جديد. ففعلا قلت خلاص ما عنديش عطاء اديه اكتر، انا اديت اللي عندي ومش هلاقي جديد، وبدات ارفض بقى باستمرار، يعني ما فيش حاجه بتحمسني، لغايه لما جه الدور في حظر تجول. الحقيقه لفت نظري فعلا من اول مشهد، ان لقيت لسه في مواقف مكتوبه في السيناريو انا ما عشتهاش على الشاشه وجديده بالنسبه لي، وفي موضوع جديد لم يتطرق لي حد من قبل، لان برضو كل الموضوعات بتلاقيها فيها تكرار. فالجميل في هذا الموضوع هو موضوع شائك جدا وجديد ومختلف، ومحدش تطرق ليه بتهيألي لا في السينما المصرية ولا في أي سينما أخرى، أنا ما شفتش الموضوع ده حد قدمه قبل كده. احكي لنا أكتر عن حظر تجول وعن التجربة دي، لأنه كمان اسمه لافت الحقيقة، البعض لما يسمعه ممكن يفتكر إن إحنا بنتكلم على يعني أحداث سياسية، لكن هو بعيد عن المنطقة دي، لو تحكي لنا أكتر عن التجربة. أنا بعتبر كل حاجة في حياتنا سياسة، يعني أي مشكلة اجتماعية، نفسية، دينية، أي حاجة هي سياسة في الآخر. فهو طبعا الفيلم مش بيتكلم في السياسة، لكن حظر تجول هو الشيء اللي يفرض على الإنسان إنه يتحبس، يعني يبقى في حظر عليه إنه يقدر يخرج أو يتصرف بحرية. هي المعنى هنا، يعني إن في اتنين اضطروا ان هم يتواجدوا مع بعض ويحصل مواجهه بينهم بعد 20 سنه بعد، ام وبنتها. ام كانت في السجن 20 سنه لانها قتلت الاب، وبنت هي رفضها خالص ومش عايزاها معاها، والام مضطره تقضي الليله دي بس معاهم في القاهره لان في حظر تجول وما لحقتش انها تسافر، وهتسافر يعني هم ليله واحده وكل واحد هيروح في طريقه، فهو الحظر الوحيد اللي كان ممكن يجبرهم انهم يتواجدوا مع بعض وتحصل هذه المواجهه. وبنعرف بقى الام دي قتلت ليه، والمواجهه دي هنوصل لايه، وبنتكلم في منطقه الحقيقه مخجله جدا وشائكه جدا 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 في العلاقات الاسريه. طيب لما حضرتك بتقولي انه فقدت الثقه في نفسي لما حسيت ان انا الادوار اللي تتعرض عليا بتتكرر، وان انا بالتالي مش هقدر يعني يبقى عندي عطاء في مساحه، مش الثقه في نفسي، هو الثقه في ان انا هلاقي شيء جديد الناس تحبه تحترمه ويبقى ليه قيمه، يعني عشان كده كنت هسالك بالظبط انه هل الثقه، مش الثقه في نفسي انا، مش الثقه في الهام، الثقه في ان الهام هتلاقي
حاجة جديدة تانية ممكن تقدمها وتبقى منبهرة بيها، تبقى فرحانة بيها، تبقى مقبلة عليها، يبقى دور ليه قيمته، لأن خلاص كل الأدوار اللي بتتعرض بحس إنها أشياء مكررة وما فيهاش جديد وما فيهاش قيمة وما فيهاش رسالة مهمة ممكن تتقدم. يعني أغلبها يعني أفلام وأدوار كده، حاجات استهلاكية، رغي من غير رسالة معينة عايز يوصلها الفيلم. فهو ده اللي كان قلقني. وده يخلي بقى احنا كمان عندنا ثقة في طرح صناع السينما لأفكار جديدة، ورق قيم يخلي حضرتك أو غيرك من الممثلات يعني متحمسين إن هم يخوضوا هذه التجارب ويكونوا ممثلات منفتحات. يعني أنا بشوف حضرتك ممثلة منفتحة عايزة تجربي حاجات مختلفة وحاجات جديدة حتى بعيدة عن التنميط. بالظبط، انا متمرده جدا ويعني لا اقبل السائد، انا عايزه دايما المختلف، وعايزه الاضافه، وعايزه الشيء اللي مش تقليدي، وعايزه الموضوعات الصعبه، وعايزه نبقى اجرأ في طرح الموضوعات. ولذلك لا يرضيني اي موضوع بسهوله، يعني دايما حاله التمرد دي جوايا، ومن كتر حبي للفن لا اقبل باي شيء، او لا اقبل خلاص بالموجود، ان اقول يعني ده احسن اللي موجود اللي تقدمني، فانا المهم ان انا اتوجد وخلاص. انا ضد الفكره دي تماما، مهما بعت ممكن ابعد سنه واثنين وثلاثه، لكن في الاخر ممكن الاقي العمل القوي. وخطي يعني تجارب كل سنه، انتاجيه علشان تحققي المغامره. ولا تجارب انتاجيه بالدرجه الاولى، ما كانتش انتاج ان انا بنتج لالهام، ولكن انا بنتج للسينما المصريه، لان فيلمي الاخير يوم للستات هو 10 ابطال وبطلات، يعني 5 ستات صحيح. و5 رجاله كلهم ابطال كبار جدا، كل واحد او واحده فيهم يشيل فيلم لوحده. فانا مش بعمل فيلم الالهام شاهين، ولكن لما بنتج انا بنتج للسينما المصريه اللي ادتني كل حاجه حلوه في حياتي، يعني مكانه وقيمه وحب الناس واحترامهم وكل شيء جميل وجوائز كتير وحاجات انا فخوره بيها، وبالتالي السينما ليها حق عليا. فانا لما بنتج مش بنتج لإلهام، لأن إلهام خلاص شبعت، لكن أنا بنتج فعلا عشان أقدم شيء أرد بيه الجميل للسينما المصرية. شفتي ازاي الدورة 42 من المهرجان أستاذة إلهام، الإقبال الجماهيري اللافت اللي كان في الدورة دي؟ شوفي، من أروع الدورات بجد، يعني السنة دي كان الإقبال الجماهيري غير عادي، لدرجة أنا العرضين اللي اتعملوا في الأوبرا للفيلم سولد أوت، ما لقيتش تذاكر حتى لاصحابي، يعني عايزه ادخل اصحابي، عايزه ادخل عيلتي، قالوا لي ما فيش ولا تذكره، يعني ليا انا شخصيا. فالجمهور متعطش لسينما جيده، والافلام اغلبها يعني فيها اقبال، طبعا الافلام المصري بتبقى الاقبال عليها شويه اكتر، لكن انا كمان استمتعت بافلام جميله فعلا. انا شفتي اتفرجت ايه على معظم وعجبك لفت الافلام، نظرك؟ انا كل يوم في الاوبرا، وعايزه اقول للناس ان الاوبرا هي يعني هو المهرجان مش فعلا الفساتين والريد كاربت والتصوير والكلام ده، لا انا رحت كل الايام، انا ما لبستش يعني لبست سواريه بس في الافتتاح والختام ويوم عرض فيلمي فقط، بقيه الايام انا بلبس عادي سبور وبخش على قاعه السينما على طول، مش بالضروره تصوير وريد كاربت والكلام اللي الناس بيقولوه ده. لكن اللي عايز يستفيد هيستفيد، انك تروح وتشوف افلام ليها قيمتها، مش هتتاح لك فرصه انك تشوف هذه النوعيه الا من خلال المهرجان، لانها ما بتتعرضش في اي وقت في السنه في السينمات، ففرصه لثقافه اوسع ومعرفه، وتحضر مناقشات بعد كل فيلم، وتحضر ندوات مهمه، يعني فرصه ان الواحد يتعلم ويثقف نفسه ويشوف الدنيا حواليه. طبعا ثقافة سينمائية يعني متاحة بين ايدينا. سؤال اخير استاذة الهام، لما تابعتي الجوائز وحضرتك قلتي كنت كل يوم في الاوبرا وبتشوفي افلام وبتحضري العروض والندوات، هل في فيلم يعني اتبسطتي بخلاف طبعا جائزة حضرتك، يعني فيلم اتبسطتي انه اخذ جائزة، فيلم تابعتيه كنت متحمسة ليه ولقيتي انه ما كانش ليه نصيب من الجوائز؟ لا، انا اللي تابعتهم فعلا خدوا جوائز وانبسطت قوي، يعني فيلم التيه اللي هو خد الجائزه الاولى، الهرم الذهبي، ليمبو، ده كان اخر يوم في العروض وحضرته واتكلمت كمان في الندوه بتاعته، يعني ناقشت الفيلم وقلت رايي، لانه فيلم عن اللاجئين واثر فيا جدا، يعني عن اللاجئين السوريين، وقلت كلمه يعني باسم كل فنانين مصر وباسم مهرجان القاهره السينمائي لكل اللاجئين اللي احنا
احنا يعني قلوبنا معاهم متعاطفين معاهم جدا، السوريين وغير السوريين طبعا، الليبيين وكل البلاد اللي فيها مشاكل، البلاد العربية. وتمنيت يعني الخير للأمة العربية كلها. يعني اتكلمت كلمة كانت مهمة في الندوة، يعني أنا كمان مش بشوف الأفلام وامشي، لا أنا بقعد وأسمع التعليقات وأعلق عليها. فالفيلم ده أنا انبسطت جدا إن هو خد الجائزة الأولى، لأنه حقيقي يستحق، متقدم فنيا بشكل رائع. نعم. وكان مهم قوي طرح مشكلة اللاجئين دي يعني من الموضوعات المهمة اللي تهمنا كلنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة إلهام شاهين الفنانة الكبيرة، وألف مبروك مرة تانية على الجائزة المستحقة، مناصفة أحسن ممثلة في الدورة 42 في مهرجان القاهرة.